ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو يزن بن عبد الله البوسعيدي، رئيس فريق تسهيل التجارة بمركز عمان للوجستيات. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخي عبد الله. يا مرحبا وسهلا، ونبارك لكم طبعا يعني استيفاء السلطنة بنسبة 100% للمتطلبات طبعا. وفي البداية نتعرف من خلالك عن هذه الاتفاقية وماذا يعني وصولنا إلى نسبة 100%. أولا مبارك للسلطنة تحقيق هذا الإنجاز حقيقة. عشان نعرف الخلفيات تماما لابد أن نرجع على البداية. البداية كانت هي الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040، لأنه هي تمثل حجر الأساس لإنشاء مركز عمان للوجستيات. فلما نتكلم عن الاستراتيجية بالنفس، بدأت في عام 2014 صياغة الاستراتيجية بقيادة وزارة النقل. وزارة النقل عينت 10 تنفيذيين لقيادة الفريق الرئيسي، واللي بدوره تم استنباط سبع فرق فنية أخرى، من ضمنهم 65 فرد مختلفين من اقتصاديين وخبراء لوجستيين وأكاديميين ورواد أعمال من مختلف القطاعات. فخلصت الاستراتيجية إلى أنه لابد من وجود 4 مرتكزات لتحقيق طموحات الاستراتيجية في القطاع اللوجستي. هذه المرتكزات هي الرأس المال البشري، التكنولوجيا، الأسواق، وكذلك اللي هو محور حديثنا اليوم تسهيل التجارة. نعم. فلما نتكلم عن المركز، هذه اللبنات الأربعة هي المحرك الأساسي لمركز عمال اللوجستيات فيما يتعلق بالاتفاقية بالنفس. الاتفاقية يعني هي مش وليدة اللحظة أو وليدة عامين أو خمسة، ولكن خلنا نقول مرت بخبرات عقدين من الزمان من 164 دولة من منظمة التجارة العالمية. فأنت تتكلم عن خلاصة خبرات تم وضعها في 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 صياغة هذه الاتفاقية. فكانت البداية نفس الشيء في عام 2017 بالنسبة للسلطنة، لما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في فبراير بالضبط 2017. بموجبها تتعهد السلطنة انه تلتزم بكل المعايير والمواد اللي جاءت في الاتفاقية. نعم، نقدر نقول ان هذا اصعب متطلب. ما هي المتطلبات الأهم والأبرز في الاتفاقية؟ حقيقة لما نتكلم عن الاتفاقية بالنفس، تجد أن فيها 13 حكم رئيسي، أحكام رئيسية، وتنبثق منها 44 مادة تقريبا أخرى فرعية. فهي مش من الصعوبة بمكان تنفيذ متطلبات الاتفاقية، ولكن الجهود المطلوبة من قبل جميع الجهات الحكومية، التعاون اللي صار لتحقيق وإنجاز كل مادة في الاتفاقية. فما بين 2017 و2019 نجد أن السلطنة كانت هذه المرحلة الأولى اللي قامت السلطنة فيها بتنفيذ مبادرات الاتفاقية، استوفت خلالها نسبة 97% من متطلبات الاتفاقية. نعم. تم إشعار منظمة التجارة العالمية بهذا في مارس 2019، مع التحفظ أنه في 3 مواد أخرى لا زالت قيد التنفيذ. هذه 3 مواد تم تطبيقها خلال عام 2019، واللي هو تم الإعلان عنه في مطلع عام 2020 أنه تم استيفاء 100% من متطلبات الاتفاق. يعني نقدر نقول أن هذه منظومة متكاملة، سواء من جانب التشريعات والتسهيلات الأخرى إلى جانب جهود أخرى حتى تصل إلى نسبة 100%. هي يعني في عبارة تستخدم في مركز عمان للوجستيات، وهذه مذكورة في الاستراتيجية، انه المركز هو يعني وحدة ممكنة لإدارة التغيير. نعم. في القطاع اللوجستي. فالاتفاقية في مواد تتطلب تغييرات إجرائية، في مواد تتطلب إجراءات تشغيلية، استحداث تشريعات، موائمة هذه التشريعات والإجراءات مع ما هو موجود في الواقع. نعم. مع ما هو موجود في الاتفاقية مع أفضل الممارسات. يعني الاتفاقية بالنفس تمثل الحد الأدنى من المتطلبات ما بين الدول علشان يعمل القطاع اللوجستي
السياسي وخلنا نقول قطاع التجارة العالمية بسلاسة وبروية ووفق إجراءات موحدة عالمية. نعم، البعض يمكن يتساءل يقول لك طيب نحن حققنا الآن نسبة 100% في تحقيق هذه المتطلبات، إيش انعكاساته؟ إيش كيف بينعكس على السلطنة تحقيقها لهذه المتطلبات بهذا النسبة؟ دائما أنا ما أفضل أنه أتكلم عن خلنا نقول انعكاسات مبادرات تسهيل التجارة ككل، مش بس اتفاقية تسهيل التجارة. نعم. من خلال المؤشرات العالمية فنجد أنه آخر المؤشرات كان اللي يعكس هذا الأمر في 2019 مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال من البنك الدولي. نجد أنه مؤشر، إذا بتسمح لي أسهب شوية في المؤشر نفسه، يعني نجد أنه يعمل على قياس مجموعتين إجرائيتين بما يتعلق بالوقت والتكلفة للإجراءات الاستيراد والتصدير. قبل ما ندخل في هذا أحب أنوه بس أن السلطنة يعني في المؤشر العام قفزت 10 مراتب في 2019. ممتاز. وفي مؤشر التجارة عبر الحدود تتصدر السلطنة المنطقة، فهي الأول خليجيا يعني في مؤشر التجارة عبر الحدود، وهذا له أسبابه. ففي المجموعة الأولى من المؤشر نفسه اللي هي متعلقة بالامتثال للمتطلبات واشتراطات والاشتراطات المستندية بما يتعلق بالاستيراد والتصدير، فيما معناه كم يأخذ التاجر من الوقت لحد ما يجهز جميع أوراقه والمستندات من بلد المنشأ وصولا للسلطنة. نعم. وفق التقرير السلطنة تأخذ 7 ساعات فقط إذا ما قورن بالمتوسط الخليجي اللي هو 47 ساعة. ممتاز. ففي فارق كبير ما بين أداء السلطنة وما بين قرنائها الآخرين. هذا للوارد، في حين أنه الالتزام بالمتطلبات المستندية للصادرات نجد أنه كذلك 7 ساعات في السلطنة إذا ما قورن بالمتوسط الخليجي 22 ساعة. نعم. فهو كذلك في قفزة كبيرة في هذا الجانب. يعني إذا نأخذ المجموعة الثانية اللي هي متعلقة بالامتثال لمتطلبات واشتراطات القوانين الحدودية، بمعنى كل الإجراءات اللي تتم في المنافذ الحدودية من تفتيش وتخليص جمركي وغيره، مرة ثانية هنا نجد بالنسبة للواردات نجد أنه السلطنة قدرت في عام 2019 وفق التقرير مرة أخرى أنها تقلص الوقت اللازم للامتثال لمتطلبات الحدودية بنسبة 48% عن عام 2018، وهذه قفزة جدا كبيرة. ممتاز. هذا بالنسبة للواردات. بالنسبة للصادرات تمكنت من تقليص الوقت بنسبة 49%. نعم. فكذلك يعني هذه العوامل الأربعة، أنت ذكرت حاجة في حوارنا أنه جميع المبادرات تكاملية كلها تكمل بعضها البعض. نعم. فيعني إيش أسباب تحسن السلطنة في هذه المؤشرات من ناحية وقت التزام للمعايير المستندية أو وقت التزام للقوانين الحدودية؟ بالنسبة للمستندات نجد أنه يعني من المبادرات اللي حققتها اتفاقية تسهيل التجارة مبادرة نظام بيان اللي هو يعتبر نافذة الموحدة للإجراءات الجمركية، التجار الحين يقدروا يستخدموا نظام بيان إلكترونيا لتخليص البضائع، جميع الجهات الحكومية مرتبطة في النظام، النظام يجمع ما بين الإدارة العامة للجمارك و44 جهة حكومية مختلفة لإصدار التصاريح الإلكترونية المباشرة. وأتوقع حققنا نتائج مبهرة في موضوع التفتيش، يعني السلطنة تقدمت تقدم مذهل فيما يتعلق بالتفتيش. يعني نجد أنه مرتبط ارتباط وثيق مرة ثانية بنظام إدارة المخاطر. نعم. أنزل اللي هو تابع للنظام بيان، وكذلك لمبادرة المحطة الواحدة للتفتيش اللي تجمع جميع الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة لإجراء عمليات التفتيش. هذول المبادرتين يعني كانوا سبب أساسي في تقليص نسب التفتيش الجمركي في المواني، وكذلك في المطارات. فعلى سبيل المثال يعني التفتيش البيئي الحين ما يزيد عن 5% في المواني. نعم. أحد أسباب هذا أنه وزارة البيئة تمكنت من تقليص سجلات المخاطر بالنسبة للبضائع من 630 بضاعة لابد من تفتيشها ماديا إلى 35 بضاعة فقط. نعم.
باقي البضائع حوالي 600 فقط يتم التأكد من مستنداتها ورقيا وتدخل مباشرة. يعني يعود الفضل حال هذا التقليص مرة ثانية نظام إدارة المخاطر. نعم. إدارة العامة للجمارك يعني أنشأت هذا النظام وفق أسس ومعايير علمية محددة في 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 عمليات رياضية تتم عن طريق هذا النظام. نعم. نظام استهداف مباشر للبضائع اللي هي لابد من تفتيشها. بضائع ذات مخاطر عالية ذات خطورة منخفضة وهلم جرا. نعم. ممكن التحول الرقمي في أكثر من خدمة ساهم في تحقيق هذه الأهداف. لما نتكلم عن التحول الرقمي هو مش بس في نظام بيان، يعني نتكلم هذه مبادرات امتدت إلى مطلع هذا العام يعني. لما نتكلم في هذا الجانب يعني نبتعد عن الجانب الإدارة العامة للجمارك شوي وندخل في جانب المجتمع التجاري. كان مركز عمان للوجستيات له دور في تطوير البنية الأساسية للقطاع الخاص، بحيث أنه تم منذ ما هذا المطلع حاجة اسمها أمر التسليم الإلكتروني. هذا سابقا كان مستندات ورقية يتم استخدامها من قبل المخلص الجمركي علشان يحصل إذن إفراج البضاعة أو يبدأ عملية التخلص الجمركي في الموانئ. فسابقا كان يتكبد عناء أنه يروح إلى المكتب ويستلم هذه الورقة ماديا بنفسه، كذلك كانت تأخذ تقريبا ما أقل من يومين. منذ مطلع هذا العام يعني في مارس تم تدشينها إلكترونيا. حاليا يتم إصدارها خلال ما يقل من 24 ساعة بدون أن يتكبد المخلص الجمركي أو التاجر عناء الوصول إلى مكتب وكيل الشحن. فالكل ارتاح من هذه العملية يعني. كذلك الجانب الآخر ارتبط بهذه العملية بتدشين منصة للدفع الإلكتروني بكل ما يرتبط بعمليات المواني. نفس الشيء استلام أمر الإفراج من البضائع إفراج البضائع من المواني إلكترونيا. فهذا التحول الرقمي بالنسبة للقطاع اللوجستي يعني أمر يجعل من 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 تسهيل التجارة في السلطنة مش فقط مجرد أرقام ولكن واقع ملموس بإمكان التاجر إنه يلتمسه في عمليات التجارية بشكل يومي. نعم. يعني أستاذ يزن في بداية حديثك ذكرت إنه هذا العمل كله في نطاق استراتيجية طموحة للقطاع اللوجستي، وهذا في كل مقابلة نحن نحاول نكرر هذا الكلام. اليوم الاستراتيجية تريد أن تصل بالقطاع اللوجستي إلى أين؟ يعني ما هي الأهداف اللي نحن نريد نحققها خلال المستقبل القريب؟ أتوقع الاستراتيجية إلى 2040. 2040. نعم. 2040 السلطنة ترتيبها كم كمركز لوجستي عالمي؟ مرة أخرى لما نجي على أهداف الاستراتيجية يعني هي مقسمة وفق الركائز. سؤالك يندرج تحت ركيزة تسهيل التجارة. فيما يتعلق بهذا الشان الطموح الأكبر أن السلطنة تكون من ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي. ممتاز. ولله الحمد مؤشر الأداء اللوجستي طبعا صادر من البنك الدولي، أحد المعايير اللوجستية اللي فعلا يؤخذ بها في, 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 في السوق العالمي. فتجد أن السلطنة في عام 2018 قفزت 5 مراتب في المؤشر. حاليا احنا في المرتبة 43. طبعا المؤشر هذا يصدر كل سنتين، واحنا بنهاية هذا العام نترقب النتيجة ان شاء الله وتكون ايجابية يعني. نعم. يعني قبل يمكن شهرين كان معنا في هذا الاستوديو المهندس عبد الرحمن الحاتم، يمكن تقول له كأنكم تخلوا اهداف صعبة يعني بالنسبة للاستراتيجية، فقال كل ما ارتفع يعني حجم الطموح والتحدي كل ما كان الشغف لتحقيقه اكبر، وبإذن الله تعالى تكلل هذه الجهود فعلا بالنجاح. وأتوقع حتى الاستراتيجية هي يعني محددة الخطوات، يعني حن الآن في 2020 قبل لا نصل إلى الهدف الأخير في 2040 نحن بنحقق يعني تقدم في السنوات اللي قبلها، فإن شاء الله تتحقق كل هذه الأهداف. كلمة أخيرة للأستاذ يزن. أنا أتفق مع المهندس عبد الرحمن، فعلا كلما ارتفع سقف الطموحات ارتفعت الجهود فعلا يعني. فلما نتكلم عن انه الاستراتيجيه حددت مسار او خارطه الطريق للوصول بالسلطنه الى هذه المراتب، فيعني يراد لنا ان من بعد 2020 ان نكون في من ضمن الدول الثلاثين الاولى في المؤشر. ويعني احنا ما باقي لنا غير مثل ما تقول
عدة مراتب ونصل إلى 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 إلى, إلى المرحلة التالية من الاستراتيجية بإذن الله. فبالتالي نأمل إنه يعني إن السلطنة تحقق هذا بنهاية مطلع هذا العام، وجهودنا وجهود الشباب في المركز قائمة. وفعلا لما نتكلم عن انه لابد من 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 وضع طموحات جدا عريضه مش لقطاع اللوجستي فقط ولكن لكل القطاعات، تجد انه هناك دافع كبير من قبل خلينا نقول الشباب انه يعملوا وفقها. فاشكركم على الاستضافه وجزاكم الله خير، وبإذن الله يعني نشوفكم في لقاءات أخرى بإذن الله، واللقاءات الأخرى القادمة تكون لإنجازات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذ يزن بن عبد الله البسعيدي، رئيس فريق تسهيل التجارة بمركز عمان للوجستيات، يعطيك العافية. إذن مستمعين الكرام ومشاهدين مواصلين معكم باقي محطاتنا لليوم، وراح نقف عند بيان صندوق الاستثمار العماني سواء حول المشاريع السياحية التي يسعى جهاز الاستثمار العماني إلى تحقيقها والمساهمة فيها، أو حتى من خلال طبعا الإعلان عن رؤساء مجالس الإدارات بالنسبة للشركات الحكومية.